الناظر إلى الصحراء من بعد قد لا يرى فيها غير جدب وقساوة ورمال تملأ الآفاق أينما اتجه بصره، موت في أدنى تأملاته، ولكنها حياة لأناس لا يرضون بغيرها بديلا. خبروا مواطن يسرها وعسرها فأحبوها جميعا، وأعظم هبات الله لهم هو الجمل، سفينة الصحراء التي ما فتئ خفه يحضن رمالها في عشق متجدد ورباط أزلي توثقت عراه. فلا تذكر الصحراء إلا وذكر، وما ذكر إلا وذكرت الصحراء، تماما كابن وأبيه. فألانت الصحراء لهم قساوتها، فسلم الإنسان على ظهورها من صعابها، وتقاربت لهم أطرافها المترامية، وخرج به الجمل من الصحراء إلى بلاد أخرى يشق عليه الصحاري والقفار، فتبادلوا المنافع والأخبار والمعرفة، ومن أوبارها اتخذوا بيوتا وسكنا يقيهم حر الصحراء وزمهريرها، واستقووا بألبانها ولحومها، واستخدموا ألبانها وأبوالها في علاج الأمراض، وما زال العارفون يطببون بها إلى يومنا هذا. فأحبها البدوي وعرف مكانتها وحرص على رعايتها وإكرامها، فما زال يتعهدها بالرعاية، يتألم لألمها ويسهر على راحتها كأنها أحد أبنائه، فبها ترفع مكانته إذا كثر عددها وعز نوعها، وبها يقري الضيف ويهادي بها من أحب ويجود منها على عابر السبيل. أحب الإبل من قديم، وأقتنيها من سنين طويلة، ورغبة وهواية. الإبل يعني ما في شك أنها مفاخرة ويفتخرون بها الناس، وممكن يبيعون منها، وممكن يأكلون منها، وممكن يشربون منها، فيها أمور كثيرة، مصالحها كثيرة. الإبل فيها غذاء، وفيها مفاخرة، وفيها رجولة، وما هو شيء يعني ما مستغرب ان الواحد يهتم بالابل. والله تعرفك على الرجال حفظ الغنم، تعرفك على الديار، انا اعتبرها ان الواحد يعتبرها مفخره في حياته. كل انسان له في حياته هوايه. هذه هوايتنا من الاباء والاجداد، وتراث قديم، وهي طال عمرك يقول واحد انها الابل استراحه متنقله، يعني تلقاها في أي مكان أنت به، إن جاء الربيع حطيتها فيه، وإن جاء في محل أنت اهتويت جبتها فيه، فهي طال عمرك مونس الراعيها اللي يحبها. وعلى ظهورها حمل المؤمنون من قلب الجزيرة العربية مشاعل النور إلى العالم أجمع. وعندما خاطب القرآن العقل البشري لتتجلى له وحدانية الله، اختار فيما اختار من الخلق الإبل للتفكر والتدبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لأن الإبل مخلوق معجزة في التكوين والقدرات، وحري بمن يتأمله أن يكتشف مدى إبداع الخالق. Woo! 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 Wo
فالجمل يمتلك خصائص جسمانية تكيفه ليتعامل مع الأجواء المختلفة، وخاصة تلك المناطق الحارة والجافة. فمثلا عيونه تحميها أغشية تحت الأجفان من الرمال، وله فم كبير قوي كي يتعامل مع نباتات الصحراء الشوكية، وشفته العليا مشقوقة طوليا في المنتصف، وبها أخدود يتصل بفتحة الأنف حتى يمكن للرطوبة التي تتكون على فتحتي الأنف أن تمر إلى الفم. وله قدم ذو أصابع واسعة ومفلطحة تغوص في وسادة جلدية تتفلطح أثناء السير لمنعها من الغوص في الرمال. وأهم ما يميز الإبل السنام، الذي يعد بمثابة المخزن الذي يستمد منه الطاقة التي تعينه على الصبر على الجوع والعطش لأيام طويلة. وهكذا فإن كل جزء من جسم الجمل يحمل دلالات الإعجاز والقدرة على التكيف. الإبل مخلوق عرف منذ قديم الأزل عند الإنسان، استأنسه واستخدمه في معاشه، في تجارته وتنقلاته وفي حروبه. هلا قصانوا يقاتلوا، كانوا يقاتلون عندها برواحهم وفدونها برواحهم وبدمهم من محبتها وهويتها. والله سبحانه وتعالى حببها بنفوس الناس، نفوس العرب بصفة عامة من مر التاريخ. كانوا يتقاتلون عندها ويتذابحون عند الإبل، ولها شان عظيم. وحتى أصحاب القرى المعاويد يسكون النخل على المعاويد من الإبل، والبادية يرحلون عليها، والعقيل يجلبون الأرزاق من العراق ومن المدن البعيدة على ظهورها. وهكذا بيبان مربع شايلته بعريني 5 أيام، ونخاتم بالمربع 5 أيام. منين شايلات؟ شايلات من عزيل، جايات من الهند. فشيدت به الحضارات وازدهر به حال كثير من الأمم السابقة، وما زالت معالم حضارات قديمة بازدهارها ماثلة للعيان إلى اليوم. كما أن الإبل نالت عبر التاريخ دون سواها شهرة وذيوع، وذلك لمكانتها عند الإنسان في كل الأزمنة ولارتباطها بأحداث تاريخية عظيمة. ولعل أشهر هذه النوق ناقة صالح عليه السلام، التي كانت معجزة لقومه وسببا في فنائهم لما عقروها، وناقة البسوس التي اشتهرت عند عرب الجاهلية، والتي بسببها استمرت الحروب لعقود من الزمن ومات فيها خلق كثير. أما أكثرها بركة فهي ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم القصواء، التي أتى بها في هجرته المباركة إلى المدينة المنورة، والتي صار مبركها بأمر الله تعالى بيتا ومسجدا له صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني مسجد يقصده المسلمون بعد الحرم المكي. وقد حرص الإسلام على تكريم الإبل، وذلك بوصايا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم بها خيرا، فمنع عنها حتى السب، ناهيك عن ضربها وإهمالها. لا تسب الإبل، فإن فيها رقء الدم ومهر الكريمة. الإبل من السلع الطيبة التي تستحق الإكرام. إذا أنت تقدر تكرمها وتقوم بعنايتها المطلوبة فاحتفظ بها، إذا ما تستطيع
إهمالها أنا أعتبره يعني الرجل يهملها أنها مهم لنفسها ومهم لشيء من الواجبات عليه. تعرف العرب أصول الإبل العربية كما تعرف الخيل الأصيلة، وما زالت تحتفظ بأنساب الإبل وتحرص عليها. اشترينا شرا طيب من خيار الإبل واخترناها على غيرها وعربنا فحلها، طاب إنتاجها وشال بعضها بعض بالإنتاج. والله هالبل أنا اقتنيتها وارثها وراث من أبائي وأجدادي، وكانت عند والدينا قبلنا بأباء أبوي من جدي من قديم، بعدنا هذه من على عهد الدولة السعودية الثانية الظاهر. والإبل العربية أبرز ما يميزها على وجه العموم أنها أحادية السنام، كما تمتاز ببعض الصفات الجسمانية التي تميزها عن الجمل ذي السنامين الذي يعيش في المناطق الباردة، ويمتاز بوبره الكثيف وأرجله القصيرة. وعرف عن العرب واسمهم لإبلهم، فكل قبيلة تتخذ لها شكل واسم تعرف به بين القبائل، وذلك منعا لضياعها أو الاعتداء عليها. فيوضع الوسم من الرقبة إلى الرأس أو مؤخرة فخذي الناقة. كانت وما زالت البوادي تزينها الإبل وتزيد من جمالها وروعتها، وأول ما تتعود عليه عين الطفل فيها رؤية الإبل، فتنغرس هذه المحبة فيه، فما زال يقترب منها بقلبه وجسمه حتى يتفتق الغرس عن حب فطري يستمر معه بقية حياته. السر والله محبتها، أن من محبتها ما فرطنا فيها، ولا يعني مثل ما قلت يعني الواحد لو بيدور التجارة لقاها فيها طرق غير الحلال هذا، ولكن حنا نحبها محبة، يعني البعير اللي يحبه يعني ما حبه ما يدري عنه، لكن اللي يحبه والله إن فيه كل شيء يبيه يبدي، يعني محبة، يعني بعض البل لو توزن وزن عند راعيها ما بعه محبة. ولأن الإبل معشوقة البدو فجل كلامهم عنها، وكذلك أشعارهم وأمثالهم. يلا في ليلة نجي مزن هدناك متعزل النوه على الصلب وعروق، ويساوزه من والي العرش سواك، ويسقي وطن واضحا زها عنقها الطوق، واضحا شناحا عمرها لوق ورقاك، وعقلا سنادا والظهر نابي فوق، عزوة عقيد يوم يبسات الأرياق، يطرب لها اللي تايق إلا الطرب توق، تربى من الخمة لفزر صفاك، ومدلل ما قلبوها أهل السوق، ترعى لها زملوق عشب لها عناق، عشب جديد فينا هبير ووسوق، وفي ماق عن غاشيه مختلف الأرناق، وجاين عليها من أول الوسم دالوق. بما قعن غاشيه مختلف الأرناك، وجاين عليها من أول الوسم دالوك، معظف بدو كل ملاح براك، يرعوا النبتة قبل سواك تنوك، بدو على طرد المخاضير شفاك، ما رددوا منها على السوق مسيوك، يتلون شفل إلى هالبال مشتاق، واضح رقاق لونها لون غرنوك. وكثر ما سميت به من أسماء مستوحاة من صفاتها أو من أشكالها، وذكر اسمها بصفة اللون هو الأكثر شيوعا، فالناقة الشديدة البياض يسمونها وضحة، والمتوسطة البياض الشجحة، وذات اللون الأسود الملحة المجهم، والصفرة لذات اللون الأسود المتوسط، والشعلة
لذات اللون القريب من التربة الطينية. والتفاضل بين هذه النوق غالبا ما يخضع لمزاجية الشخص أو لمزاجية القبيلة، فكل يرى رأيه من مزايا ما يرعى من نوع الإبل، ويجمعون على خيرها جميعا. لكن الوضح يحرص علية القوم على اقتنائها. أنواع الإبل طال عمرك، المجاهيم، بعد المجاهيم في مثل، حتى مو بس إنه بس المغاتير، بس في مثلا يحكم الإبل، يقول المجاهيم إبل العرب، المجاهيم إبل العرب، والشعل والصفر ذهب، والوضحة طرب. يعني الإبل كل زينها زين، الإبل كلها طيبة، والإبل كلها مرغوبة، وكل رجل له هواية. ففي الرجال كل يهوى، أحد يهوى المجاهيم، واحد يهوى المغاتير، واحد يهوى الشعل، واحد يهوى الصفر. الوضح طال عمرك هي من أفخر الدبش، وهي قبل يوم ماخذ وماخوذ يوم الجواهل، هي الوضحة هي ناقة الشيخ من أول، وناقة العقيد، العقيد اللي هو الفارس. ولمعرفة الكثير عن هذا المخلوق والوقوف على أسراره وخفاياه، ذهبنا نسأل عنه من هو أعلم به، وما زالوا مرتبطين به إرثا عن الأجداد والآباء. لم تستطع دعة المدينة أن تصرفهم عن متعة الصحراء ورعاية الإبل، ولم تستطع الحداثة أن تجد لها مكانا في قلوبهم كما تجده حمر النعم. هي جزء منهم لا يفرطون فيه. ذهبنا إلى أعماق الصحراء لنتعمق في قلوبهم، نعرف منهم سر الحب الذي يجمعهم بهذا المخلوق. التقينا بنفر كريم، رغم أنهم رجال أعمال وموظفون تكاثرت أشغالهم وتقسم وقتهم بينها، إلا أن ذلك لم يلههم عن المحافظة على إرث آبائهم والاعتناء به، بل لفرط حبهم لها يعتبرون أن في هم الاعتناء بها راحتهم، والأوقات التي يقضونها معها أغلى الأوقات وأجملها. الله يطول العمر، ما شعورنا لجينا عند البل، شعور كل بدون يذوق لذة حلاله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، سمعت؟ وأنت الإنسان اللي أجيت استأنست، إن كانك مشغولا في الديرة وجيت عندها روحت عنك الأشغال، إن جاء طال عمرك وتجمع عليك الحوات الغانمة. هالبل سلعة الرجال. الخميس والجمعة وبعض الأيام نحرص، يعني نحرص عليها ونظهر. ما ضيعت بعض الأشياء؟ والله نضيع بعض الوقت عندها أكثر. نعم، إنسان إذا ما طلع لها خميس وجمعة أو في الأسبوع مرتين ما يرتاح. بالعكس، هالبل هذه هي معرفة الرجال، معرفة الديار. هذا التعلق ليس لانفراد هذا المخلوق الجمالي والجسماني، ولكن وجدوا خصائصه النفسية والتي تكاد تضاهي تلك التي عند الإنسان. فتعرف الإبل بشدة حنينها وحزنها العميق إذا فقدت ابنا لها، أو فقدت صاحبها أو مراعيها التي اعتادت عليها. فصفحات الصحراء وصدور الرجال مليئة بالكثير من هذه القصص، ومنها وليس أشهرها قصة ناقة مرض صاحبها، فما زالت تطالعه وهو على فراش المرض،
تطالعه كل يوم رافعة رواق الخيمة. ولما توفي صاحبها أصبحت تسري في الليل من شدة حزنها عليه. فلما رآها جار صاحبها رثى لحالها وتأثر لتأثرها وأنشد يقول: من لقلب هيضه حس الهدية هجرعت بالصوت من عقب الشمال يا ذلول القرم حماي الردية أصبري عقبه على سقم الليالي. ذكرت بالحب من عين شقية ذاكر في نجد خلان وغالي عقب فقده ما توالف للرعية عقب فقده ما توالف للرعية تطرده ساره على روس المفالي. عزتي للقرم حطوا له بنية عزتي للقرم من قبره هيالي عادته بالكون يثني للردية ينسم الحفيات ريف للهزالي. ولزال كثير من هذه الحكايات في صدور أبناء البادية. في طال عمرك واحد من الجماعة قال محمد السنافي معروف ان طال عمرك بحبه باعره وهو رجال ساروح ويعرف له باعره ومن يوم خلقه معها يقولون طال عمرك ان غداله لدية من باعره وراح لها رجلي ويوم اقبل على الرعاية اللي هي معها فتكلم لها وطلعت معه معروفة عند الجماعة وقامت تتبعها طال عمرك لأن وقفت على أمهاتها وهي بكرة لدية. أذكر مرة من المرات إحنا مربعنا يم حدود الأردن والعراق يم شعيب حرام وضاعت لنا بكرة حجة يعني عمرها 3 سنوات ودورناها وضيعوها على لقيناها لين جتنا هنا في الديرة على العطلية. شوف قطعت كم دولة لين وصلت الموطن. وتجمع بين الإبل وصاحبها علاقة وجدانية خاصة إذا حدا طربت لحداه خطاها فتظل هانئة البال مستمتعة بالحمل والمسير رغم المشقة تعرف صوته كما يعرف صوتها. إذا ناداها استجابت وإذا سار تبعت. وهذا ما يعرف عند أهل البادية بالبطح. البل تعرف راعيها تعرف صوته وتعرف حركاته وتعرف البدوي اللي بدوي يعني يعرف وشلون يدبر الناقة تصرف معها ويعرف طبايعها ويعرف وشلون تعرف صوت راعيها وتعرف صوت راعيها. والهجم يا أخي والهجم يا أخي روح جنك والهجم يا أخي. ومثل علاقة الوفاء التي بينها وبين صاحبها تتمتع الإبل بعلاقة فريدة مع أبنائها تحنو عليهم وترفق بهم وتمتلك إحساس موهبة رفيعة أكثر من غيرها من الحيوانات الأخرى. يوم ولد خذ حوالي 10 أيام وبعدين عمي ويوم عمي سبحان الله صار برعاية الله ورعاية أمه صارت أمه تحفظه أحسن منه لا منه غدا ولا هب عجاج ولا شيء وطق خلا لحجة أمه لين تجي رعدته ولا استنى تلبل وهجة تلبل حضنت بين حرة وطلعته من البل لين تأخذ بشوي لين البث هدي وجات معود تنهي وياه وهذه شكلها لين وحتى طلع لدي وعقب طلع لدي وجاء عقبها حوارين بكبته وحضنته أخته اللي بعده بدت ترعى خلال سنة وهذا شكلهم فيه سبحان الله ما يدل على أن حواسها يعني عظيمة. ورغم كل ذلك إلى أن الوسائل الحديثة التي تزخر بها بلادنا والتقدم التقني من طائرات وقطارات وسيارات صادرت دور الإبل الذي كانت تقوم به قديما وبدأت تبعد عن الأنظار حتى كادت تتوارى عنها. إلا في البوادي
التي كادت الحضارة الحديثة أن تبتلعها بكل مواريثها، فضعف وجود الإبل وقل عددها وانصرف عنها كثير من الناس. إن الإبل أعظم ما تمتلك بلادنا من ثروة حيوانية، وهو الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يعيش فيها دون أن يحتاج لكثير عناء من صاحبه، لأنه ابن هذه الأرض والأقدر على تحمل مناخها. إلا أننا وجدنا أن هناك كثيرا من الصعوبات التي تواجه الإبل وتقف حجر عثرة في طريق تناميها عددا ونوعية، وهذا ما سنخلص إليه في الحلقة القادمة وموضوعات أخرى.